السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير والصحة والعافية دايما يا رب. سر عظيم، معجزة ومذهل بإذن الله. لو انت طبقت وفعلت السر ده بإذن الله في يوم الجمعة، بإذن الله انتظر رزقا وخيرا ومالا وفرجا وتيسير في كل أمورك ومعونة الله عز وجل لك، وانتظر ما لا يتخيله عقلك إن شاء الله. في البداية محتاج أقول لكم أن هذا السر مجرب ومجرب من بعض المتابعين في القناة، وهذا السر من أكثر الأسرار القوية جدا جدا جدا، لأن احنا بنستخدم فيه سورة عظيمة من أعظم سور القرآن الكريم، وبنستخدم فيه أيضا بعض من أسماء الله تعالى الحسنى. وعايز أقول لك إن شاء الله أن أنت بمجرد ما تطبق السر ده هتشوف الخير والرزق والتيسير والهالة والطاقة الإيجابية العالية جدا اللي هتنزل عليك بعدها إن شاء الله. بس في البداية محتاج أقول لكم حاجة. يوم الجمعة يا جماعة من أهم الأيام في ديننا الحنيف، يعني يوم الجمعة يوم مهم جدا. وأنت لما بتيجي بتلجأ لله عز وجل باستخدام الفوائد وباستخدام الأذكار وبتستمر على الذكر والأوراد والأذكار القرآنية، أنت ذات نفسك بتحس بالراحة وبتحس بالتفاؤل وبتحس بالأمل، وده لأن الطاقة بتاعتك بتعلى. الطاقة بتاعتنا يا جماعة غير مرئية، يعني مش مرئية، محدش بيشوف طاقته بتبقى عاملة إزاي. أنت ساعات بتحس نفسك كئيب وحزين ومخنوق، ده بسبب الطاقة اللي جواك. فبالتالي النهارده باذن الله انا جايب لك حاجه باذن الله هتلاقي طاقتك منوره طوال الاسبوع، يعني مش هقول لك في نفس الوقت بس، لا طوال الاسبوع شوف باذن الله الطاقه الايجابيه. وعلى فكره يا جماعه الطاقه الايجابيه ده بيساوي، خلي بالكم من دي عشان في ناس ساعات بتبعت لي بتقول لي يا عبد الله ايه فائده الطاقه الايجابيه؟ الطاقه الايجابيه دي بتساوي بركه، بتساوي بركه وحظ، يعني بتبقى عندك بركه في حياتك. يعني ايه بركه؟ يعني لو انت معاك قليل بتلاقي نفسك معاك كتير، ازاي ما تعرفش؟ تلاقي نفسك بيجيلك رزق من حيث لا تحتسب، بتلاقي نفسك بتتفتح لك ابواب من الرزق انت مش متخيلها، وده بسبب البركه وبسبب الحظ، وطبعا ده بفضل الله عز وجل. الله عز وجل هو اللي بيفعل اي امر في حياتنا يا جماعه، مهما كان قليل او كبير الله تعالى هو اللي بيعمله. فبالتالي النهارده انا هكلمكم على سر عظيم جدا، هبدا في ذكر السر وانا عارف اني طولت عليكم، بس قبل ما ابدا اتمنى لو انت جديد في القناه اضغط على زر اللايك، اشترك في القناه، اكتب لي تعليق لو عندك استفسار وباذن الله هرد عليك. ويلا بينا على طول يا جماعه نبدا في ذكر التفاصيل والسر ان شاء الله. طبعا يا جماعه في البدايه محتاج اقول لكم ان السر ده احنا هنستخدم فيه سوره عظيمه جدا وهي سوره الكهف. سوره الكهف من السور العظيمه جدا، واللي جاء في الاحاديث الصحيحه عنها ان من كان بيقراها كان يضيء له نور ما بين الجمعتين، يعني ما بين الجمعه دي والجمعه التاليه كانوا بيضيء له نور. وغير بقى الثمرات والاسرار والفوائد الكثيره جدا 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 اللي موجوده في هذه السوره وفي هذا السر تحديدا. ثم ان انا كمان مش هكلمك في السر ده عن سوره الكهف بس، ده انا هكلمك على اسم عظيم جدا من اسماء الله تعالى الحسنى وهو اسم الله تعالى اللطيف. بالتالي الامر النهارده مؤكد وقوي جدا جدا جدا. كل اللي هطلبه منك في الفايده دي ان شاء الله، وزي ما قلت لك هي بتجلب البركه وبتجلب الخير وبتجلب الرزق، كل اللي هطلبه منك في الفايده دي باذن الله ان انت تتوجه للقبله في اي وقت من اوقات يوم الجمعه. يعني تعالى في اي وقت من اوقات يوم الجمعه، عندك من الصباح من بعد صلاه الفجر الى حتى بعد صلاه العشاء، ومن الممكن ان تفعلها في ليله الجمعه، يعني يوم الخميس في جوف الليل يجوز لك ذلك. هتيجي باذن الله في يوم الجمعه في اي وقت، ويفضل يعني ان انت تبقى حاطط رائحه طيبه زي المسك ونحوي، وتتوجه للقبله وانت عاقد النيه لله عز وجل. واول حاجه هتعملها ان شاء الله هي ان انت باذن الله هتقوم بقراءه سوره الكهف مره واحده فقط بصوت مسموع. صوتك ولا عالي قوي ولا منخفض قوي، بس صوتك يبقى مسموع لنفسك. بعد ما تقرا سوره الكهف مره واحده فقط هنيجي للخطوه الثانيه ان شاء الله، وهي انت هتقول الاسم العظيم ده 11 مره، والاسم هو يا لطيف، هتقول اسم الله تعالى اللطيف 11 مره. بعد ذلك هنيجي لاخر خطوه وهي ان انت هتقول الدعاء ده 7 مرات، والدعاء هو اللهم بحق سوره الكهف يسر لي اموري ووفقني وارزقني من حيث لا احتسب. اللهم بحق سوره الكهف يسر لي اموري ووفقني وارزقني من حيث لا احتسب. تقول هذا الدعاء بإذن الله 7 مرات بالعدد، بإذن الله إن فعلت ذلك شوف الخير والرزق اللي هيمتد معاك إن شاء الله بعدها. وكده يكون الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.